الآن نفترض أنت قاعد صممت قالب مثلا، بدك تعمل ديب دروينج داي، وجبت هاي الماتيريال. ديب دروينج معناها أنه أنت تحول الشيت ميتال. الآن هذا طبعا مش شرح للديب دروينج، ولكنه إكزامبل حتى نربط اللي إحنا بنحكي فيه. جبت هاي الشيت ميتال وبالآخر بدك تحولها إلى كب كاسة، صار في لها بعد ثالث، هي كانت شيت ميتال بعد ما عرضناها إلى نوع معين من أنواع الفورسز وداخل الداي والبنش طلع معاي هاي البرودكت النهائي. الآن هاي القطعة في لها طول، لها عرض، لها سماكة، ولها نوع معين من أنواع الماتيريالز، قد تكون ألومنيوم، قد تكون ستيل، قد تكون كوبر، بغض النظر عن نوعها. الآن أنت عرضت إلى فورسز، جيت أخذت الأبعاد ونوع الماتيريال والفلو ستريس تبعها، وجيت قلت مثلا أنا هاي الكاسة عشان أعملها من الشيت ميتال وتتحول عندي إلى كاسة، نفترض بده يطلع معاي 55 مثلا، الآن أنا بحكي مثال 55 طن، هذا بناء على الحسابات. ولكن دائما بدك تخلي في بالك عوائق قد تصادفك أثناء عملية التصنيع، إنه الكاسة نفسها لن تصنع بخمس وخمسين طن، بجوز بعد 30 طن إنه يصير عندي فيلير وصار عندي هون عليها فتحة، أو توصل 55 طن وإنت لسه بعدك مش نازل على نصها، يعني بلزمها مثلا 70 طن للتشكيل، وممكن قلنا على 30 طن مثلا إنه يصير عندي فيلير. طيب يا ترى أنا حسبت على 55 بالظروف القياسية، ليش اتغيرت معاي؟ بدنا نقول إنه المواد الهندسية بشكل عام قد تحتوي على بعض الإمبرفكشنز، وهذه الإمبرفكشنز طبعا إلها أشكال مختلفة ومتعددة، ما رح ندخل فيها لأنك أخذتها في علم المواد. وأيضا بالإضافة إلى العوامل اللي ممكن تأثر عندي على عمليات التشكيل، الأتوميك ستراكتشر. إحنا عارفين إنه في علم المواد درسنا وشفنا في عندي هذا المصطلح، وشفنا هذا المصطلح، وشفنا هذا المصطلح. الآن الاف سي سي هو عبارة عن كريستال ستراكتشر، وملخص إنه هو فيس سنتر كيوب، معناها أنا لما بدي أجي أطلع على اليونت سيل بده يكون في عندي أربعة أتومز على الحواف تبعت اليونت سيل زي ما احنا عارفين، وعندي أتوم موجودة بالوجه، وهيك إذا عكستها على باقي اليونت سيل اللي موجودة عندي. ولكن حتى الأمبيجيوتي ما تصير، لن أرسمها بشكل ثلاثي أبعاد إلا بهاي الطريقة. هاي هيك راح تكون الأف سي سي ستراكتشر. الآن بنحكي عن هذا الأف سي سي حتى ما نخربط. الآن نحكي عن البي سي سي ستراكتشر، وهو البادي سنتر كيوب. البادي سنتر كيوب معناها انه انا في عندي 8 اتومز على الزوايا، او خلينا نقول 8 ارباع، هذا اذا بدي احكي عن يونت سيل، ولكن شكلها في العاده هو 8 اتومز على الاطراف او على الزوايا، وهناك لارج اتوم راح تكون بالمنتصف، وهي بنسميها بادي سنتر كيوب. لان نيجي بنقول اتش سي بي اللي هي هيكساجونال كلوز باك، الHCP عبارة عن يونت سيل عبارة عن شكل سداسي، الستركتشر الHCP من هاي الثري ديفرنت كريستال ستركتشرز. شو حسبنا؟ حسبنا الـ APF الأتوميك باكينج فاكتر، مرة أخذنا للFCC، مرة أخذنا للBCC، مرة أخذنا للHCP. ما هي الستركتشرز اللي إلها أعلى أتوميك باكينج فاكتر؟ الهيكساغونال والأف سي سي، بينما البي سي سي كانت أقل. مش هون السؤال، السؤال شو تأثير هذا على عملية التشكيل؟ كل ما كان معامل الرص أعلى في اليونت سيل، معناها قابلية الانزلاق راح تكون أعلى. ومثال عليها، لما يكون معاك مثلا عندك كومة جلول فوق بعض، هاي كومة جلول هي كفوق بعض،
الآن أكيد هذول اللي يقولون في بناتهم فراغات، ولكن إذا كانوا مترصين جنب بعض وجبت قل من الأعلى ودحرجته، شو بده يصير فيه؟ سيصل بالنهاية إلى الأسفل بشكل سريع. لكن إذا أنا جبت مثلا قلول وكان في بناتهم فراغات كبيرة، لو شلت حبة من الوسط ما راح تهيل معاك الكومة. ليش يا ترى؟ لأنه في بين كل حبة وحبة فراغ ممكن أنه يستوعب حبة جديدة، فبتلاقيه كل ما بدها تيجي تسحى الحبة بتنزل بالفراغ. حتى لو سحبت من النص راح تلاقيهم على السريع سكروا بحبة جديدة وهكذا. الآن اعكس لي حجم حبة، خليها كأنها هي أتوم. خذ لي هذا المثال اللي موجود أمامي هون على أنه FCC and HCP، بينما الستركتشر اللي كان بعيد عن بعضه هذا يمثل لي ستركتشر البي سي سي، البودي سنتر كيوب. ايش معناها؟ قلنا هون انه بسبب علاقتهم مع بعض بالاتوميك باكينج فاكتور، الاف سي سي والاتش سي بي لهم معامل رص اعلى، وبالتالي لما بدي اجي اعرض القطعه الى لود راح يكون الانزلاق اسهل لانه في عندي تراص، فما في فراغ انه الاتوم هاي تيجي تحشر حالها بالنص، ما إلها مكان، فبتلاقيه خلق لك سليب بلين جديد. بينما مواد البي سي سي تتصف انها اقل دكتيليتي، قد تكون دكتايل ولكن نسبتها اقل من الدكتيليتي الموجود هون، ومعظمها بتكون بريتل ماتيريالز، وهذا بسبب انه وجود فراغات كبيرة بين الذرات داخل الستركتشر، وبالتالي عندما تتعرض الى اي نوع من انواع الاجهادات لن تتمكن من نقل اللود الى ذرة اخرى بسبب التباعد بينهما او بين الذرات بالداخل، وبالتالي يؤدي الى الفيلير. والفيلير طبعا هنا خلينا نقول without plastic deformation، يعني ما في عندي slip planes، معناها الماتيريال ستكون اقل ductility. ومن الأمثلة عليها إذا بنرجع مرة ثانية للآيرون كاربون فيز دايجرام، شباب شو المهم عندي في هذا؟ عشان أجي أقول لك الحديد عندك في هاي المنطقة بي سي سي وهو حديد وبنفس إيش وبنفس الكيميكال كومبوزيشن، إذا سخنته إلى درجة حرارة راح يصير أف سي سي. الآن إذا سخنته إلى درجة حرارة أعلى شوي راح يرجع مرة ثانية بي سي سي. إذا أنا بقدر أحول المعدن الموجود عندي وهو الحديد من مادة صعبة التشكيل إلى مادة سهلة التشكيل، لأنه قلنا الـ FCC عندي Close Atomic Packing Factor، بالتالي المادة بتتحول من BCC إلى مادة FCC بنفس الكيميكال كومبوزيشن ولكنها قادرة على أنها تتحول إلى مادة دكتايل. Factors influencing properties and manufacturing behavior of metals. واحد atomic structure. اثنين imperfections. عارفين احنا ايش هم اشكال imperfections؟ الان بنيجي بنقول vacancies هي شكل من اشكال point defects. line defects انه يكون انا في عندي defects مكونة على شكل خط واحد، يعني هنا بتكون الديفكت على شكل vacancy dot نقطة. وقد يكون عندي سليب بلينز انه في نوع من انواعها بسموه السكرو، وفي عندي شيء بسموه لي الادج ديفكت. الان خلصنا من علم المواد، بدنا نتعرف على تقسيم المانيفاكتشرنج بروسيسز. انت كمهندس انتاج زي ما انت حافظ الاف سي سي والاتش سي بي والبي سي سي، يجب انك ايضا تحفظ بعض المواد او بعض العمليات الانتاجيه اللازمه من أجل أنك تقدر وتقيم وتعرف وين بدك تودي القطعة من أجل الإنتاج. إذن الآن بدنا نقول نقسم عملية الإنتاج حسب التقسيمات الرئيسية لإلها. فالمانيفاكتشرينج بروسيس تقسم إلى بروسيسينج أوبريشنز، يعني عمليات تحويلية، وعمليات تجميعية أسمبلي أوبريشنز، عمليات التجميع أو عمليات التحويل. نيجي بنقول البروسيسنج أوبريشنز تقسم إلى three main categories: shaping processes عمليات التشكيل،
Property enhancing processes, عمليات تحسين الخواص. Surface processing operations, عمليات معالجة الأسطح. Shaping processes تقسم إلى أربع أقسام رئيسية منها solidification processes, عمليات التصليد. Particulate processing, عمليات التصنيع من الأساس اللي بيكون باودر. ثالثا deformation processes, عمليات التشويه, أنت تقوم بتشويه القطعة. ورابعا material removal, عمليات القطع. هذا كلياته تحت عمليات الشيبينج. وهنا احنا من هاي الكاتيجوري كلياتها المادة تبعتنا فقط بتحكي عن ايش؟ deformation processes. اوكي الان نيجي على الشيبينج processes. solidification processes ايش معناها؟ معناها انه انا قاعد بتعامل مع الماتيريال الانيشيال شيب تبعها ايش؟ liquid or semi fluid. تمام؟ اذا انا عشان اقدر اعمل solidification processes يجب ان تكون عندي المادة بشكل سائل او شبه سائل, زي السوائل زي عمليات الكاستنج لما اجيب معدن اصهر واصبه. طيب والسماي فلويد زي ايش؟ نقول البلاستيك. مثال اخر على السماي فلويد اللي هو الزجاج. طيب نيجي الان particulate processes أو processing, معناها أنا الانيشيال ماتيريال عندي باودر. زي إيش بالله؟ المغناطيس, المغانط اللونه أسود أو اللي خلينا نقول لونه غامق. عمرك جربت أو عمره وقع من إيدك مغناطيس صار عبارة عن حبيبات متناثرة, بعدين لما تجيب مغناطيس بتلمهم كلياتهم بتجمعن عليه. أدوات القطع, بعض أدوات القطع ممكن تكون من البارتيكوليت أو تصنعت بالبارتيكوليت بروسيسينج. زي إيش بالله؟ سمنتد كاربايد تولز. الآن نيجي على الكاتيجوري الثالث اللي قلنا هاي محور المادة تبعتنا اللي هي الديفورميشن بروسيسز. الديفورميشن بروسيسز من شروطها إنه الماتيريال بتعامل معاها يجب أن تكون دكتايل سوليد ماتيريال. الكاتيجوري الرابعة اللي هي الماتيريال ريموفال, المادة اللي بتكون فيها براحتك زي ما بدك, قد تكون بارتيكوليت, قد تكون دكتايل, قد تكون بريتل ماتيريال, قد تكون ميتال, قد تكون نون ميتال وغيرها من المواد. اذا عمليات القطع شو ما كانت نوع الماتيريال باخذها الا طبعا السائل, ما بتاخذ السوائل. اذا هيك بشكل عام احنا تعرفنا على الشيبينج بروسيسز واعطيتك عليها انترودكشن على الاربع مين كاتيجوريز اللي مربوطين في الشيب بروسيسنج. الان سريعا بدي امر على باقي العمليات حتى يكون عندك تصور ما هي العملية المرتبطة في كل كاتيجوري. مثلا البروبرتي انهانسينج بروسيسز الهيت تريتمنت, انه كانوا يحطوا كربون على البلاك سميثينج في عمليات الحدادة حتى يحسن خواص الحديد. طبعا هو بسخنه حتى يحوله الى مادة لدنة, دكتايل ماتيريال. لكن احنا شو اتفقنا على اللو كاربون ستيل؟ انها نون هيت تريتابل. اذا شو بنعمل؟ بنحسن من الخواص تبعتها من خلال الهيت تريتمنت. بنحط هاي البودرة عليها اللي هي الكربون, طبعا بنسخن بنبرد بسرعة, هيك بكون مثلا عمل نصلة السيف. الكاتيجوري اللي بعديها surface processing operations, عمليات تحسين الأسطح. cleaning and surface treatments, cleaning عمليات التنظيف, زي لما مثلا تستخدم القذف الرملي أو مثلا تستخدم surface treatment زي surface hardening وغيرها من العمليات اللي فقط تعنى بتحسين السطح مع عدم تغيير مواصفات الكور تبع الماتيريال, يعني فقط بتكون على السطح. Coating and deposition processes, هاي ايضا من عمليات surface processing operations اللي هي عمليات الطلاء. ومن اكثر الامثلة عليها روح لي على جكات الجك الهيدروليك او النيوماتيك
اللي بيكون في عندكم على شكل هارد كروم. وهذا طبعا السيرفس تبعه بيكون شايني، بتطلع عليه هيك ما شاء الله بلمع. طبعا هاي عبارة عن ستيم، ستيم اللي هو زي عمود يعني، او خلينا نقول عصب. العصب بيكون من دكتايل ماتيريال، ولكن السيرفس اللي برا عليه كوتينج، وبيكون هو كروم، كروميوم كوتيد، فبيكون مغطى بكروم لدرجة انه بس تطلع عليها بتشوف صورتك. هاي احد اكثر الابليكيشنز اللي ممكن يخطر على بالك فيها الكوتينج من اجل السيرفس بروسيسنج اوبريشنز. ديبوزيشن، ديبوزيشن معناها ايضا انك انت تعمل تركيد، كانك بدك تركد اشياء على السيرفس. ديبوزيشن زي اللي هو الفوتوفولتيك سيلز، الفوتوفولتيك سيلز اللي هي الخلايا الشمسيه، يتم تصنيعها وتحسين اسطحها، وخلينا نقول التحكم بسمكات المعادن اللي داخلها من خلال الديبوزيشن. لغايه هاي اللحظه مر علينا تقريبا مثال او مثالين على كل عملية من العمليات اللي امامنا. يعني حكينا عن 7 مواضيع، تقريبا صار في عندي 14 ل 21 اكزامبل، وهذا شيء طيب، بحيث انك الان بدك تصير تفكر كل قطعة كيف يتم تصنيعها من خلال هاي العمليات المختلفة. نيجي الان نحكي عن الاسمبلي اوبريشنز بشكل سريع. في عنا two main categories للassembly operations. واحدة بنسميها الـ permanent joining processes، يعني عمليات الربط الدائم، أو mechanical fastening، يعني عمليات الربط الميكانيكي. فالـ permanent joining زي الـ welding، زي عمليات الحام، يعني أنا بس أعمل أي ملحومة، ما بتوقع أني أنا كل يومين بدي أروح أفكها عشان أعمل صيانة. عندي permanent joining زي اللي بتكون في هياكل السيارات المركبات، لأنه في عندي وصلات هاي ما بتنفك خلص. بما أنكم أخذتوا مادة قطع أكيد شفتوا أدوات القطع، فكان في عندك الألمازات اللي بتركبن على رأس السكينة، ففي منهم كانوا ببراغي، وهاي بتكون تحت الميكانيكال fastening، أو إذا كانت ملحوم الحام فهاي بتكون تحت permanent joining processes. وطبعا نوع الحام اللي بيكون لهاي الألمازة اللي احنا بنسميها ألمازة، طبعا اللي هي الكاتينج تول او الكاتينج تيب، اللي هو برايزنج اند سولدرينج اند اور سولدرينج. البرايزنج والسولدرينج هم عمليتين متشابهتين، انه يكون في عندك مصدر حراري ويقوم بصهر الاجزاء المراد لحامها، الجزئين مع بعض، ولكن واحد منهم باستخدام فيلر ماتيريال، يعني يصهر الجزئين المراد لحامهم ثم يضيف فيلر ماتيريال يعني مادة ويسكر الفراغات، وهاي تسمى عندي عملية السولدرينج. زي لما مثلا تروح عند مصلح تبع إلكترونيات، بتلاقيه بعد ما يلحم سلك، بعد ما يحط السلك مكانه على البورد أو القطعة الإلكترونية على البورد، بتلاقيه راح جاب سلك خارجي من برا قصدير، صهره وثبتوا على اللوحة، أكيد شفناها. وعندنا اللي هي صهر الجزئين المراد ربطهم مع بعض بدون استخدام فيلر، هاي العملية تسمى برايزنج. الآن نيجي على اللي بعديها، الأدهيزيف بوندينج، معناها أنك تضيف طبقة لاصقة بين قطعتين وتربطهم مع بعض، تمام؟ هيك بنحكي عن البيرمننت جوينينج. وطبعا انت بتلاحظ، نفترض في عندك قشرة فورمايكا حاططها على خشبة، شو الهدف من انك تحط الغراء؟ عشان ما بدك الفورمايكا تفك. فاذا الادهيزيف بوندينج ايضا من ضمن البيرمننت جوينينج بروسيسز. نيجي اخيرا وليس اخرا على الميكانيكال فاسنينج، اللي هي ثريدد فاستنرز، وهي عبارة عن البراغي، او permanent fastening methods اللي هي زي ايش، زي الريفتس. الريفتس اللي هي عبارة عن التباشيم. الفيجرز اللي موجودة امامنا هون مرتبطة في كل عملية من العمليات اللي حكيناهم. فيجر 2 بيعمل لي توضيح لعمليات solidification، فيجر 3 لعمليات البارتيكوليت، العمليات الماشينينج الكومون اللي هي زي مثلا التيرنينج، الاخلاطة، الدريلينج،
وعمليات اللي هو الميلينج. الآن حكينا قلنا بدنا نأخذ من هاي الشجرة اللي هي deformation processes، بدنا نأخذها ونفردها عشان نعرف ما هي العمليات المرتبطة في عمليات deformation، فسميناها metal forming processes. وهاي metal forming processes قلنا سابقا لما حكينا في السيلبس قلنا تقسم إلى قسمين رئيسيات، البلك ديفورميشن يعني أنا بدي أشكل كتل وبدي أعمل شيت ميتال ووركينج يعني بدي أشتغل على صاج. نيجي سريعا نتطلع على البلك ديفورميشن بروسيسز. البلك ديفورميشن بروسيسز تقسم إلى أربعة أقسام: رولينج بروسيسز اللي هي عمليات الدرفلة والتي تعنى بتخفيض أو تنزيل السماكات في بعض القطع اللي مسطحاتها كبيرة. فمثلا أنا في عندي بلوك معينة ولكن بتكون على شكل بليت، البليت سماكتها أعلى من سماكة الشيت. الدرفة اللي معناها أنه أنا يكون في عندي تو رولز تدخل الماتيريال من جهة بسماكة معينة ومن الطرف الآخر والجهة الأخرى تطلع عندي بسماكة ثانية. عمليات الفورجينج الطرق، الطرق طبعا الرينج تبعها كبير من عند الهاند فورجينج ولغاية لما يصير عندك مكابس ويصير عندك بريسيشن فورجينج، وراح نيجي نحكي عنها اللي هي كيف مثلا يشكل العملة، بتشوف قديش في تفاصيل دقيقة وهاي لا يمكن انها تيجي لحالها باليد زي لما كانوا زمان يصنعوا لك الفاس او السيف او الرمح او غيرها. العملية اللي بعديها اكستروجين بروسيسز وهي عملية دفع المعدن من خلال قالب بحيث انه يكون الانيشيال او يكون الفاينل كروس سكشن از ديفرنت ذان الانيشيال كروس سكشن. فهنا انت بتجيب المعدن بتضغطه من خلال بيطلع من خلال فتحه وبياخذ شكل اخر. واير اند بار دروينج هي عمليه سحب وليس دفع زي الاكستروجين، هي عمليه سحب المعدن من خلال فتحه صغيره. الآن لن أدخل بتفاصيلها هاي العمليات لأنه إن شاء الله راح يكون في كل عملية من هاي العمليات شابتر خاص فيها. راح نتعرف على المبادئ تبعت الرولينج مثلا أو هاي الديفرنت بلك أوبريشنز، كيف يتم السيت أب تبعها، ما هي حساباتها، وكيف يتم تصميم العملية. الآن القسم الآخر من عمليات الميتال فورمينج اللي هي الشيت ميتال ووركينج وهي عمليات تحويل أو تشكيل الصاج، تشكيل الشيت ميتال. من ضمنها البندنج اللي هي عمليات الثني، خلينا نطلع عليهم هون. عمليات الثني، عمليات السحب العميق الديب دروينج زي ما شرحنا لكم قبل شوي. وهنا في عنا المثال أو الفيجر سي من فيجر 7 هو عبارة عن الشيرنج، عمليات القص، كيف يتم قص المعدن بين حافتين حادتين. الآن يتم عملية القص، فإذا ها هي العمليات الرئيسية بالشيت ميتال ووركينج. إذا بدي يكون في عندي أربع عمليات للبلك ديفورميشن وثلاث عمليات إن شاء الله راح نحكي عنهم بالشيت ميتال ووركينج.